عائلة فيلوسوفيا، السلام عليكم. شكرا جزيلا لمن يدعموننا في صناعة هذا المحتوى، وكما أرحب وبشدة بالأصدقاء والصديقات الجدد للقناة، وشكرا جزيلا لكم. تاريخ مليء بضحايا التهمتهم مياه الفيضانات وهضمت في بطنها الملايين من البشر، ولا يمر يوم إلا وأمواج يغرق فيها الآلاف. فعلى سبيل المثال فيضان الصين عام 1931، والذي تسبب بمفرده في تشريد أكثر من 28 مليون شخص وقتل 4 ملايين آخرين. وليس غريبا أن يغرق البشر في فيضانات من المياه، بل وليس غريبا أيضا أن يغرق البعض منا في أحزانه وفيض من الأفكار. لكن أن يكون هناك فيضان من البيرة فهذا لا يحدث كل يوم، وهذا حدث بالفعل منذ 200 عام في لندن، والذي خلف وراءه كارثة إنسانية وعشرات من الضحايا. هل أنت مستغرب؟ لا عليك، أكمل الفيديو لنتعرف معا على قصة هذا الفيضان. وقبل أن نبدأ أتمنى أن يصل هذا الفيديو ل 200 لايك. Let's go. في شهر أكتوبر من عام 1814 وقع فيضان بيرة لندن، وبالتحديد في دائرة سانت جيلز، وكان ضحيته 8 أشخاص، وأصيب جراءه عدد كبير أيضا بعد أن غرقت شوارع الدائرة في أكثر من 1.5 مليون لتر من البيرة. البداية كانت في مصنع ميوكس للبيرة، والموجود على طريق محكمة توتنهام، حيث كان يمتلك مصنع البيرة هذا أكبر خزان تخمير في مدينة لندن بأكملها، بارتفاع 7 أمتار تقريبا وعرض 227 متر، وبسعة تخزين قدرت في وقتها ب 511 ألف لتر. وتم ربط الخزان ب 29 حزاما معدنيا ملفوفة حول وسطه، مما ساعد على الحفاظ على شكل الخزانات الدائري. وعند الساعة 4:30 مساء من يوم 17 أكتوبر 1814، كان مسؤول الصيانة والتخزين بالمصنع جورج كريك يقوم بجولته التفقدية المعتادة لبراميل التخزين العملاقة والمصنوعة من الخشب والمطوقة بالحديد الصلب. وخلال تلك الفترة كانت هذه البراميل العملاقة مليئة بالبيرة السوداء التي كانت في طور تخمر منذ أكثر من 10 أشهر. ولاحظ كريك مشكلة بأحد براميل التخزين، حيث كان أحدها يعاني من تشققات في طوقه الحديدي، ولكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، فبالنسبة له كان شيئا عاديا. وبدل أن يخبر لجنة الصيانة ويحذر جميع المتواجدين بالمكان، فضل انتظار حلول اليوم التالي للقيام بذلك. لم يمر سوى ساعة واحدة على تلك الجولة التفقدية حتى سمع كريك انفجارا رهيبا بغرفة التخزين، حيث انفجر برميل التخزين الذي كان يعاني من تشقق، ليلقي ما قدره 500 ألف لتر من البيرة السوداء في المناطق المحيطة به، ما تسبب في تخريب عدد من براميل التخزين القريبة، ليؤدي كل ذلك إلى تسرب ما قدره 1.5 مليون ألف لتر من البيرة بالمناطق المحيطة بالمخزن. هل تتخيلون معي 1.5 مليون لتر؟ ولوهلة شهدت المنطقة ظهور موجة هائلة من الجحا السوداء بلغ طولها 15 قدما، وغرقت نسبة كبيرة من منطقة سانت جيلز بلندن تحت سيول من البيرة، وذلك حسب تقديرات مسؤولي مدينة لندن. تدفقت سيول هذا الفيضان بشكل مباشر إلى وسط المنطقة، وتحديدا إلى منطقة سانت جيلز، ودمرت في طريقها بعض المباني، كما جرت الناس معها في الشوارع رافعة إياهم مع سيل البيرة الجارف الذي تسبب في وفاة 8 أشخاص. الأول لقي حتفه بعد أن سقط عليه سقف فندق تافيستوك أرمز الذي تضرر من الطوفان، والبقية كانت شابة صغيرة وصديقتها اللتان كانتا تشربان الشاي خارج المنزل، فجرهما الطوفان مع كاسات الشاي إلى حتفهما، والخمسة الآخرون قتلوا إثر انهيار مبنى كانوا يعملون فيه. وبالطبع عشاق البيرة خرجوا من كل حدب وصوب، وفي أيديهم الأواني والكؤوس يحاولون الاستفادة من الكارثة، وملء أوانيهم بالبيرة التي أغرقت الشوارع. وهذا ما أدى إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى الأشخاص الذين جرفهم الطوفان، مما أدى لوفاة بعضهم رغم أنه كان ممكنا إنقاذهم. انهيار المنازل وغرق الضحايا لم تكن الكوارث الوحيدة،
تسبب هذا الفيضان في تسمم الكثيرين بالكحول، حيث توافد المصابون على مستشفيات المدن المجاورة لتلقي العلاج. ونتيجة لهذه الحادثة، انتبه خبراء صناعة البيرة إلى أن التخزين في مثل تلك الصناديق الخشبية غير آمن، واتجهوا فيما بعد لتخزينها في الخزانات الخرسانية. دون أن ننسى رائحة البيرة الكريهة، ظلت عالقة في شوارع لعدة أسابيع بعد الواقعة، واستمرت فترة تنظيف الشوارع لمدة طويلة وتم إزالة الأنقاض، ولكن أخذ ذلك وقت طويل في عملية إعادة الإعمار. والتقديرات أشارت في حينها إلى أن قيمة خسائر مصنع البيرة جراء هذا الحادث قدرت بحوالي 23 ألف جنيه استرليني في ذلك الوقت طبعا، وتم تبرئة صاحب المصنع من كل القضايا التي رفعت ضده، ورأى القاضي بأن تلك الفيضانات لم تكن سوى مشيئة الرب كما يقولون عندهم، ولم يكن بالإمكان منعها. في الأخير، أتمنى أن هذا الفيديو قد أعجبكم وكان بمثابة ثقافة عامة لكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم إشعارات بفيديوهات القناة المستقبلية. انضموا أيضا لحزاب فيلوزوفيا على الإنستغرام وصفحتنا على الفيسبوك، وسأترك لكم الروابط أسفل صندوق الوصف. أكرر شكري لكل من يدعمني. دمتم في رعاية الله، ومع السلامة.